بعض الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى خلقه وما يعلم عنه شيء، ليس باللسان، باللسان كنا نعترف أحبتي أن الله ما يخفى عليه شيء، لكن أكثرنا في تعامله وحياته تقول بالله هذا مقتنع يقينا من أعماق قلبه الآن، الآن أن الله يرى، والله ما أتوقع. قال الله عز وجل: أما برموا أمرا، يقول هو يعني مخطط خطة أنه أذكى من الناس، أم أبرموا أمرا، شوف العظيم سبحانه ايش يقول، فإنا مبرمون. ماذا قال بعدها؟ أم يحسبون، والله يا جماعة كلام ثقيل، أم يحسبون أننا لا نسمع، أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى. ثم في وقفة: ورسلنا لديهم يكتبون. يقول ليس فقط نسمع بل نسجل عليه، مع القرآن كله يدور حول هذه القضايا. يقول لك تبي تضحك الآن، أنت لا تستطيع أن توسع صدرك بنفسك، صراحة القضية يا جماعة والله العظيم تقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، إن قرأت بقلب تعلم كل يوم مع كل آية إنك ما تقدر أصلا توسع صدرك بنفسك. افهمها حبيبي الغالي.